تعالوا نجتمع حول أفكارنا. تحت هذا العنوان التشاركي أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مخيمات حوارية شبابية متخصصة لاحتضان المشاركين وأفكارهم التي حملوها بقصد تحويلها إلى مشاريع تسهم في بناء الوطن. الغاية الأساسية من المبادرة طبعا هي طرح الأفكار، خلينا نقول هو حوار الأفكار بين السوريين. لما بنقول حوار الأفكار نحن أنا بطرح فكرة، الزميل المشارك معي هو بيطور لي هي الفكرة، بنتناقشها بنتحاورها كلياتنا مع بعض، بعدين طبعا بنطلع بالنتيجة النهائية كيف نحن بدنا نطبق هي الفكرة على أرض الواقع. وبالتالي نحن اليوم كشباب سوري ما مهمتنا فقط هي انه نحن نطرح المشاكل او نوصفها بطريقه غير موضوعيه، وانما نحن لازم نتساعد مع بعض نوصف المشكله بشكل منهجي ونضع الحلول لهي المشاكل. ما رح نكتفي بطرح المشاكل وانما ايجاد الحلول هي المشاكل بشكل تشاركي من خلال اللقاءات والنقاشات والحوارات، من خلال الزيارات للاماكن المعنيه بالمحاور المطروحه بالمبادره. ضمت المخيمات 100 شاب وفتاة من شباب وطلبة سوريا، توزع حوارهم حول مسار التنوع وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية ودور الشباب في التنمية المحلية وتفعيل الدور الثقافي وتطوير منظومة التعليم العالي. نحن جايين لهذا المخيم لحتى نوسع أفكارنا، الأفكار اللي نحن اجتمعنا فيها بالفترة الأولى هلأ رح نرجع نوسعها إن شاء الله، ومنتوقع بهيدا الاجتماع كمان يكون ناخد الأفكار اللي بدنا نحكيها أنا وزملائي التانيين بعين الاعتبار ونرجع نتمحور بشكل أساسي حواليها ويكون دور فعال بإذن الله. وأنا وكل زملائي عنا كثير أفكار بتفيد البلد وبتفيد المجتمع وبتفيد حتى البيئة اللي نحن عايشين فيها، إن كنا طلاب ولا إن كنا مواطنين عاديين. حاليا نحن اجينا على الشام بعد ما حضرنا جلسة حوارية بحمص اللي كانت حول تطوير التعليم العالي، ونحن هون جايين نكمل في أفكارنا لأنه كان عندنا أفكار كثير حلوة والزملاء ما قصروا وكان التنظيم جدا حلو، وحاليا اجينا للشام لنكمل افكارنا وان شاء الله نحولها نطبقها على ارض الواقع من التخطيط للتنفيذ. هذه المخيمات المتخصصه ستتبعها مراحل لاحقه متقدمه بما يسهم في استنهاض رؤى التفكير لاجل سوريا.